بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام في يوم الثامن من ذي الحجة وهو المعروف في يوم التروية، وقد سمي هذا اليوم يوم التروية لأن الحجاج يتروون فيه الماء ويستقون فيه الماء ليحملوه معهم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة. واليوم الثامن في الحقيقة هو أول أيام الحج. يستحب التنظف والاغتسال، وأن يأخذ المحرم ما زاد من شعره وظفره من أبطيه وعانته، إلا إذا كان يريد أن يضحي عند أهله، فإنه في الثامن من ذي الحجة لا يأخذ من ظفره ولا من بشرته ولا من شعره شيئا لأنه سيضحي. يسن التوجه يوم الثامن إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ونكفر من التلبية إلى أن نرمي جمرة العقبة. فإذا توجهنا إلى منى يوم الثامن نصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران.